ده يعني انا هرجع تاني لفكره تنميه المواهب، ان ده ايه اهميه تنميه المواهب. اولا احنا في مركز تنميه المواهب بنستقبل الـ الاطفال او الطلبه في ايام العطلات الرسميه، يعني اذا كان الجمعه السبت الحد، فده بيدي فرصه لشريحه كبيره من الـ يعني من المجتمع ان هم يقدروا يجيبوا اولادهم، لان بيبقوا في الوقت ده ما عندهمش يعني عندهم وقت ويقدروا يودوهم. فده الحقيقه يعني هو ده اللي بيساعدنا على ان احنا نخرج طلبه كويسين. الحقيقه في طلبه حصلوا على جوائز داخل مصر وخارج مصر. بالمراقبه كده العدد بتزيد ولا بتقل؟ بتزيد طبعا، فده مؤشر كويس. بتزيد جدا، احنا عندنا ويتنج ليست عشان ناخد يعني اعداد تانية ما بنقدرش، احنا بيبقى عندنا اماكن قليله الاماكن اللي بندرس فيها، فما بتستوعبش العدد معين، فاحنا بتقدم لنا اكتر بكتير. لكن الحقيقه حابب اقول لكم ان احنا خلاص قربنا نفتتح جيزة أوبرا، وفيها الحقيقة هيبقى في مركز تنمية مواهب عالمي، لأن المساحات هناك كبيرة جدا، القاعات كتيرة، يعني مستوى يعني المباني مؤهلة جدا إن هي تستقبل أعداد كبيرة جدا من الدارسين، وده هيسهل لنا إن احنا نتوسع في إن احنا يعني نقبل احنا طلبة كتيرة. دار الأوبرا المصرية وجيزة أوبرا الجيزة وكمان العاصمة الإدارية، فأنت هيبقى عندك ثلاث مراكز مهمة جدا. بس العاصمة مش طبعا ده مش طبعا، بس المنافسة بقى هنا ده اللي أنا هسألك عليه، المنافسة. ما يعني دايما بقول إن المنافسة هي هي أساس التطور، يعني عمري ما هفكر إن أنا أحسن من أدائي أو يعني أوصل للأفضل إلا لو عندي منافس. لو ما عنديش منافس خلاص انا يعني انا مكتفي باللي انا فيه ده. فكل ما بيظهر منافس في اي مجال ده دي حاجه صحيه جدا جدا جدا، ودي حاجه بتساعد على ان الانسان يبدع اكتر، ويعني ما يقفش عند حد كده، لا دايما تطور. دايما هقول لحضرتك الموسيقى أسباب تطور الموسيقى أو انتقال الموسيقى من عصر لعصر. خلينا ناخد نموذج الموسيقى الكلاسيكية، هي بدأت بالموسيقى بعصر الباروك، وده كان خروج الموسيقى من الكنيسة، وبقى في تحرر في العزف وفي التأليف، قعدت فترة كبيرة. وبعد كده جاء عصر الكلاسيك اللي هو ظهر بقى فيه موتسارت وهايدن، وكانت بدايات بيتهوفن في العصر الكلاسيكي. دايما بيبقى اشخاص بيتعلموا، التعليم ده بيأثر فيهم، بيبتدي هم عندهم خيال اوسع من النطاق اللي هم اتعلموه، فبيبتدوا يكسروا او يخرجوا بره النطاق ده فيعملوا افكار جديده. الافكار دي طبعا في البدايه بنقابلها ان دي حاجه مش خروج عن المألوف، لكن بعد كده بيبقى هو ده الاسلوب السائد او ده التطور الحقيقي. يعني بيتهوفن لما انتقل بالموسيقى من الكلاسيكيه الى الرومانتيكيه، ده يعني نقاد قالوا كده ان السيمفونيه الثالثه لبيتهوفن اورايكا هي دي بدايه الموسيقى او العصر الرومانتيكي الرومانتيكيه الحقيقيه بقى. لكن في الوقت ده كان المؤرخين او النقاد في العصر ده كانوا بيقولوا ان بيتهوفن بيخرب في الموسيقى، لانه عمل تحرر في البناء، تحرر في الهارموني، فطبعا خرج ايه ده بيخرب ايه الهارمونيات دي، يعني ايه حط نغمات مش متوافقه او مش زي ما كنا متفقين. فهو دايما التطور بيحصل من كده، بتظهر مواهب، المواهب دي بتتعلم، بتاخد الجرعة كاملة، بتبتدي تفكر بشكل مختلف، تبتدي خيالها بقى يشتغل، فتأثر في اللي حواليها، في كل اللي حواليها فكروا بنفس الطريقة وعملوا بنفس الأسلوب، فبقى احنا كده غيرنا الأسلوب أو حصل تطور الأسلوب المتبعة.